مواطنو خانقين، أول أيام عيد الأضحى المبارك في أجواء تسودها المحبة والتسامح بين جميع مكوناتهم التي تربطهم مع علاقات أخوة وتعايش تتوطد يوما بعد آخر. الله أكبر الله أكبر. مع انبلاج صبيحة هذا اليوم المبارك توافد الخانقينيون إلى المساجد برفقة أبنائهم وذويهم وعلى مختلف أعمالهم لأداء صلاة العيد والتكبير في هذا اليوم، حيث شهدت المساجد حضورا لافتا ومميزا ربما يختلف عن باقي الأيام، سيما وأن هذه الصلاة للمسلمين تحمل طابعا خاصا يمتزج بالفرح والسعادة. وعقب هذه الصلاة يتصافح المصلون ويقبل بعضهم بعضا تعبيرا عن المحبة والوئام، وتسقط الخصومات والخلافات وتبرز النوايا الصادقة والأمل بغد أفضل، وتتردد عبارة كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك. أقمنا صلاة العيد هذا اليوم بجمع غفير من المؤمنين الذين أقبلوا إلى المساجد، وأقمنا صلاة العيد والخطبة، والناس قلوبهم كلها مشدودة في الذكر والدعاء إلى الله أن يجعل هذا العراق عراقا آمنا ومؤمنا، وأن يجعل السلامة للناس فيه. والحمد لله رب العالمين، الناس كلهم توحدوا والتفوا بعضهم وتصافحوا وتعانقوا بعد خطبة العيد فرحين بهذا العيد. نحن في هذه الأيام المباركة في أيام الحج، وهذا اليوم يوم العيد، يوم العيد المسلمين، علينا أن نتذكر وأن نترحم فيما بيننا وأن نكون إخوانا على سر متقابلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير والوفاء والرحمة والاعتصام بحبله وهو دين الإسلام. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون منصورين على أعدائنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لشهدائنا الأبرار، شهداء العراق، شهداء كردستان، قوات البيشمركة، أن يجعلهم في جنات النعيم. نهنئ العراق بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وشعب العراق بخير وألف سلامة، وعلى شعب كردستان وعلى العراق كافة من جنوبي إلى شماله، وخاصة أهل خانقين، ونبارك بأعيادهم المجيدة. ورغم اختلاف طقوس الأعياد سيما عيد الأضحى المبارك وأشكاله في مناطق العراق وكردستان، يشترك الخانقينيون بالكثير من العادات والتحضيرات والتقاليد، من إعداد المنزل وتنظيفه وترتيبه وتجهيز الملابس الجديدة للأطفال خاصة، وطعام العيد الخاص كالقيسي والحلويات والفليشة وكميات من الفواكه في المجالس لاستقبال الضيوف. أهلا وسهلا. عندنا عادات وتقاليد تختلف من خانقين عن غير عن باقي المناطق، اكو قسم مشترك وقسم غير مشترك بيناتنا، منها او اي تحضيرات تبدي قبل العيد كم يوم، ننظف البيت، نحضر كل يوم، نحضر الاشياء اللي نريدها بالعيد، الحلويات، ويوم العيد الصبح نقوم نركب التمن ويا الشعرية ويا اللحم ويا البهارات اللي خاص بالعيد، يعني مو غير غير ايام. طيب، هاي عادات موروثة بالنسبة إلي؟ إيه، موروثة من أمي، من أمي وبيبيتي، يعني أنا موروثة ما أخذتها من عندهم. إن شاء الله كل عام أهل خانقين بخير وأهل العراق بخير، يديم السلام والأمان على الكردستان وعلى العراق أجمعين إن شاء الله. الحمد لله والشكر، العيد بخانقين أهم شيء الأمان، والحمد لله العيد إحنا يعني الأهل والجوارين بالبداية قبل العيد ننظف البيت والأكلات الطيبة اللي نعرفها، نسوي مثلا الكليتشة، ولا من الحمد لله الصلوات بالسوق كله جاهز، كيك وكعك وهاي، والخطاب قبل يوم يجي بالعرفات. سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة ليجلب معه الفرحة والسرور، فهو موسم انبساط السرائر وابتهاج الأنفس واجتماع الأحبة والأقارب والأصدقاء. فكل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي.